بتشرفي الاهلي دايما وبتشرفي مصر، واقول ان انت كان ميلاد بطله كان على ايدنا في المنتخب، وكنا بنشرف بيكي وبنعتز بيكي. وعايز اقول لك اذا انت قررتي الاعتزال فالخبره اللي اكتسبتيها لازم تصدريها للاجيال اللي جايه، لانك كنت بطله بمعنى الكلمه وصبوره وحموله وشرفتينا. يا دي فخر كبير لمصر ولل يعني وللنادي الاهلي وكل وللمراه عموما، وده تكريم يعني اقول لحضرتك مش هنقدر نوفيها حقها، لان احنا نتمنى ان كل يمشي يعني ايه على خطاها. بنبعت لها رساله حب نقول لها الف مبروك، انت شرفتي النادي الاهلي وشرفتي مصر. احنا كلنا بنبقى مبسوطين جدا لما حد من ولادنا في النادي او من مصر ذات نفسه ياخد حاجه عالميه، بنبقى حاجه بتسعد الناس كلها. نامل انها تملي، وبعدين عايزين مراكز متقدمه اكتر من كده، عايزين نزود الناس اللي بتفرحنا ونشكرها ونقول لها جوعنا ربنا يوفقك. اقول لها الف مبروك، وهي واجهه مشرفه وجميله وربنا يوفقها، وان شاء الله تبقى فخر مش للنادي بس، البلد كلها معاها. طبعا في الاول بنقول مبروك لمصر، وبنقول مبروك للنادي الاهلي، وبعد كده نقول مبروك لجيانا. وفخر لمصر طبعا ان لعيبه زي دي تكون من بنات النادي الاهلي، يتم تكريمها عالميا ويتم تكريمها دلوقتي محليا في بلدها وفي ناديها. ما شاء الله عليها، ده فخر لمصر، وربنا يوفقها ويقدم لها كل خير. انا ببارك لها وبقول لها الف مبروك وربنا يوفقك، ودايما يا رب يا رب في فوز دايما، ورفعتي راس النادي الاهلي المرفوعه اساسا لان هو نادي الكل، ونتمنى لها التوفيق والنشاط اكتر واكتر باذن الله. بشكرها على اهتمامها باللعبه الجميله ديت، وان هي قامت بدور جامد ورفعت مصر على مستوى العالم. جمهور النادي الاهلي تقولي له ايه؟ تقول احلى حاجه في الدنيا يعني. جمهور عظيم وجمهور رائع، وانا بتشرف ان انا لعيبه في الاهلي، وان الناس دي هم الجمهور اللي كانوا دايما في ظهري، ويمكن موقفهم معايا بان قوي ساعه ماتش السيمي فاينل واللي حصل ساعه اولمبياد طوكيو. لقيت الناس دي كلها في ظهري، والناس كلها بتشجعني، والناس كلها زعلانه على اللي حصل. فشكرا لجمهور النادي الاهلي، ودمتم دايما فخر وعزه للنادي الاهلي يعني.